بصراحة عروض أنا. ضيفة المهندس فاروق الحياري رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ضيف عزيز معنا الآن على الهواء. صباح الخير عطوفتك، كيف الحال؟ صباح الخير أخي ياسر. رمضان كريم يا سيدي، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير الله يسلمك. بلغوك إخوانا ويعني أشكر تجاوبك جزيل الشكر عطوفتك فيما يخص موضوع خروجك معنا يعني للإجابة على هذا التساؤل. إحنا الآن سيارات الكهرباء بازدياد، والأرقام حقيقة سيزودنا فيها السيد نبيل رمان رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة. يشكو الناس من أنه نقاط الشحن لا تفي بالغرض، الناس بتوقف على الدور، أصحاب المحطات أو القائمين على هذه المحطات، بلاش نقول أصحاب المحطات، بيقول لك والله عبي نص الكمية المطلوبة، نص الشحن المطلوب. يعني إمتى بدنا نكون إحنا مستعدين لاستيعاب هذه السيارات اللي بتعرف بأنه إحنا على كاهل الوطن والميزانية فاتورة نفطية ثقيلة جدا؟ تفضل عطوفتك. يا سيدي أنا شاكر لك أخي ياسر بهذا الاهتمام، وبرضه يعني بهمنا كمان أن نوضح كل ما يتعلق بهذه المواضيع اللي أنت طرحتها واللي هي بتعكس وجهة نظر الإخوة المواطنين وشكاوي الإخوة المواطنين. طبعا. إحنا بالتأكيد أنه هذا الموضوع منذ سنتين أصدرت الهيئة تعليمات، هاي التعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية. نعم. وقصد من هذه التعليمات أن تنظم هذا القطاع وأن تكون جاذبة للمستثمرين وعلى رأسهم أصحاب محطات المحروقات وتحديدا شركات تسويق المنتجات النفطية باعتبار هم اللي بيديروا هذه المحطات. هذه التعليمات التي نظمت هذا القطاع تركت الموضوع أوبن، أي شخص يرغب بأن يقيم أي محطة شحن عامة، وهون احنا بنقصد في محطة الشحن العامة اللي هي زي محطة محروقات، حتى لو بده يبني واحد محطة كاملة فقط مخصصة لشحن الكهرباء للمركبات الكهربائية يجوز ذلك. يعني ليس حصرا هذا الموضوع في محطات المحروقات أو بشركات التسويق. فالموضوع هو مفتوح للجميع ومفتوح للاستثمار. حتى احنا كمان نعالج هاي الإشكالية كون الموضوع مفتوح للاستثمار، أخذنا قرار في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه أي محطة محروقات جديدة بدها تفتح في المملكة لازم يكون فيها موقع لشحن المركبات الكهربائية. والشحن حتى بشقيه، الشق اللي بنسميه إحنا الشحن السريع والشحن البطيء. والفرق بيناتهم أنه الشحن السريع بيكون بفترة زمنية أقل من 30 دقيقة للسيارة، والشحن البطيء بيكون أكثر من 30 دقيقة للسيارة. طيب عطوفتك، أنت بتقول بأن التعليمات عم تلزم أي محطة جديدة بأنه يكون فيها نقاط شحن. طيب ليش ما يسري هذا الموضوع على المحطات الممتدة والمنتشرة القديمة اللي وجودها أسبق؟ شو المانع؟ يعني ما العارض في الموضوع؟ العارض الوحيد في الموضوع الناحية الفنية وناحية السلام العامة. إنه عندما صممت تلك المحطات ما أخذت بعين الاعتبار وجود محطات لشحن الكهرباء، وبدها موقع مخصص إلها، وبدها تكون بعيدة عن أبخرة المشتقات النفطية اللي بتتصاعد أحيانا من بعض المناطق المحددة داخل المحطة. وبالتالي قطعة الأرض المقامة عليها محطة المحروقات إذا وجد بأنه في مكان يمكن تخصيصه لمحطة شحن الكهرباء، بعتقد أنه كل صاحب محطة هو منه لحاله رح يجي يقدم لتركيب محطة شحن الكهرباء. صحيح. وإحنا منساعدهم ومنحثهم على ذلك. يعني لما احنا بالنهايه بنتكلم عن محطات محروقات، بالنهايه هي هدفها الربح، وبالتالي لما بيلاقوا قيمه سوقيه وعدد كبير يعني صار في سوق لهذا الموضوع اكيد بهمهم انه يستفيدوا. ولكن هل صحيح ما سمعناه بالذات من اخواننا اصحاب المحطات بانه بين قوسين مش موفيه، ما بتوفي معانا؟ هل في اعتراضات من اصحاب المحروقات على اسعار كيلو الشحن بالنسبه للسيارات هذه حسب ما ورد لكم؟
هذا الحكي كان سابقا عندما صار فعلا شكوى بأن العمولة اللي بأخذها صاحب محطة المحروقات لشحن الكهرباء، عمولة خاصة في شحن الكهرباء، نعم، إنها لا تلبي الجدوى الاقتصادية لتركيب محطة شحن كهرباء وقيام بهذه الخدمة. ولكن بعد دراسة كل المعطيات اللي من خلال نفس الشركات وبياناتهم، تم تعديل العمولة وأصبحت العمولة جاذبة، وهي انبنت على البيانات اللي واردة من هذه الشركات. جميل جدا. طيب الآن يعني عطوفتك بتقول بأنه السوق مفتوح للمستثمرين، هل سنبقى قابعين ها هنا ننتظر لغاية ما يجي ناس يقولنا والله أنا بدي أدخل بهذا المشروع كمستثمر، ولا في شيء بالبال، في شيء بالمخطط، بحيث أنه حجم السيارات اللي عم بيجي قاعد وعم نشوفها ما شاء الله منتشرة، وبسر الخاطر بيني وبينك أنه نشوف سيارات يعني تمشي على الطاقة البديلة بدل هذا، هل في شيء قادم ممكن أنه إحنا كحكومة أردنية نساويه، ولا بدنا ننتظر مستثمر لغاية ما يجي وينقذ هذا الوضع؟ احنا نقصد بالمستثمر ليس شخص او شخصين او ثلاثة، نقصد بالمستثمر عشرات المستثمرين ممكن انهم يستثمروا في هذا القطاع. ولكن انا بس بدي أأكد انه 80% تقريبا من محطات الشحن هي محطات شحن صغيرة تركب في المنازل، يعني ليس كل الضغط اللي موجود هو موجود على محطات المحروقات. صحيح. أكثر من 80% من السيارات الكهرباء حاليا الموجودة في المملكة بتشحن في المنازل نفسها. بس عطوفتك المنازل يعني فل السيارة حسب ما سمعت، فل السيارة بمشي 130 كيلو، وبالتالي ممكن أنه هذا البني آدم يستهلك الطاقة الموجودة هذه قبل ما يصل لبيته، هذه هي النقطة فقط. يعني بدنا مراكز تكون صحيح على الطرق الخارجية، ولهذا على الطرق الخارجية هي اللي بيصير الحث على أنه كل محطة محروقات جديدة ملزمة بتركيب محطة حتى نعالج هاي المشكلة على الطرق الخارجية. أما داخل المدن بعتقد 120 كيلو وال130 كيلو بتكفيهم لعمل يوم. بدي أشكرك جزيل الشكر عطوفتك، المهندس فاروق الحياري رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والنقل، ونتمنى أنه إحنا يعني يكون في نرى شيء جديد من الرتابة. ربما مثل ما تفضلت حضرتك، الدعوة مفتوحة لمؤسسات أفراد حتى أنه يستثمروا بهذا القطاع كونه الباب مفتوح. بدنا برضو نتابع يعني تواليا على المستجدات. أشكر عطوفتك مرة ثانية، كل التحية والاحترام، شكرا لك. أشكرك أخي ياسر، شكرا لك.